العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي يهز العالم ويقرر التعاقد مع نجم المنتخب المغربي بعرض ضخم جدا جدا جدا، وذلك بناء على رغبة من المدرب الأسباني الفيلسوف الكبير بيب جوارديولا. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، من هذا اللاعب؟ ما تفاصيل الصفقة؟ رسميا قبل الدخول في كل هذه الأمور، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا. وأهلا وسهلا عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي. بيب جوارديولا يقاتل ويقاتل ويبلغ إدارة مانشستر سيتي برغبته في التعاقد مع الدول المغربي وأفضل باك يمين في العالم النجم المغربي أشرف حكيمي. بيب جوارديولا بيرى بأن حكيمي هي القطعة الذهبية الناقصة في تشكيلة مانشستر سيتي، وسيكون إضافة عظيمة 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 للفريق في الموسم المقبل. بيب جوارديولا يعلم بأن أشرف حكيمي غير مرتاح في فريقه ويرغب في الرحيل، ولذلك يصر على إدارة مانشستر سيتي سرعة المفاوضات وجلب حكيمي للفريق قبل دخول ريال مدريد أو عملاق أوروبي آخر ويخطف أشرف حكيمي. أيضا بيب جوارديولا رغم أن كايل ووكر مستواه تحسن خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه مازال غير مقتنع به كباك يمين أساسي لمانشستر سيتي. وبيب جوارديولا بقى يرى بأن أشرف حكيمي هو الرجل المناسب لشغل الباك الأيمن بالنسبة للسيتيزن. حسب الصحافة الفرنسية فإن باريس سان جيرمان سيطلب مبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو من أي فريق يرغب في التعاقد مع حكيمي. ناصر الخليفي كان قال انه غير مستعد لبيع حكيمي، ولكن رغبة حكيمي هي من ستحسم رحيله، وبالفعل حكيمي يريد الرحيل، واعتقد ان مبلغ ال 100 مليون يورو لن يكون عائقا تماما بالنسبة لفريق مانشستر سيتي المليء بالاموال من اجل قدوم الدول المغربية.